لما بلوتو بيدخل على الشمس يغلس عليها، وبعدين فينوس بيفضل واقف بيتفرج، وبعدين الشمس ما عجبهاش الوضع ده، فاحنا بنبقى في حيره مش عارفين نعمل ايه في كواكب مقطعه بعض. يا جماعه فوق، احنا على الارض هنا، لازم نفهم ايه اللي بيحصل. طب يعني هنسال مين ونفهم من مين؟ هي عبير فؤاد زميلتي في نفس البرج، نورانا عسل. ميرسي. انا سامع ان في خناقه في الكواكب فوق ومقطعين بعض، والشمس قالت لبلوتو لا اركن انت على جنب بقى انا هتدخل وكده. هو كان في خناقه كبيره على فكره في 21 يناير. انا سمعت كان في خسوف و كان في شغل جامد فوق، والشمس بتتخانق مع القمر. طيب قبل ما نتكلم عن اللي بيحصل في فبراير، خلينا الاول نتكلم عن موضوع مهم جدا انتوا سالتوا عليه، عشان كده احنا استضفنا الاستاذه دي، ده نمره واحد، وهندخل تليفونات والصفحه يعني هنحاول نعمل كل حاجه نلم الدنيا يعني في الشويه دول. ستات كتير قوي تقول لك يا عبير عايزين نعرف كل برج بيحب ايه. اوكي تخشي عليا كده. الحمل مثلا، لو هنبدا بالحمل، ماشي. الحمل بيحب نفسه، الانا عنده هي نمره واحد، يعني انا دايما اقول الحمل اهم حاجه عنده هو. يحب جدا بقى الانبهار بيه، يحب ان هو يكون هو النجم القعده، فهو الانا عنده. أوكي. يحب طبعا الناس، يعني بما انه هو المحور كله هو، فكل كل بقى حاجه حلوه تجيله دي اوكي يعني. اوكي اللي بعد ده هو نفسه. حلو. التور بيحب الامان، يعني اكتر حاجه بيدور عليها برج التور هي الاحساس بالامان، فبيدور على الامان في حاجات كتير واغلبها ماديه، يعني الاكل بالنسبه له بيمثل له الامان، الفلوس بتمثل الامان، الجواز بيمثل له الامان. ماشي. اوكي. فده التور بيدور دايما على الامان. اللي بعد كده الجوزاء. الجوزاء يحب التواصل، ما يحبش يقعد لوحده، يعني الرعب بالنسبه له انه يكون لوحده او يبقى متقيد قاعد على مكتب 8 ساعات. هو بيحب، هو اتخلق، هو انا بقول ملك العلاقات العامه، فهو بيحب التواصل والكلام والتبادل الفكري، فهو ده. أوكي. ده اكتر حاجه بيحبها. اوكي. السرطان. السرطان بيدور دايما على الاحلام، هو احلى وقت بالنسبه له انه يتخيل ويحلم، فهو انه يعيش في الحلم. وهتلاقي منهم كتير بيحلموا، بيبقوا بيكتبوا حلو، يكتبوا روايات مثلا، لان هو الجانب الحلم الاول ده اللي بيبدع فيه. فبشوف انه اكتر حاجه او اكتر وقت بيحبه انه يكون مع نفسه بيحلم. اوكي. هو ملهم يعني، هي فترة يحب الإلهام. يا سيدي بعد هنا سرطان. يا سيدي ماشي، الله يسهله. طيب ها اللي بعده. اللي بعده الأسد. الأسد هو الملك، بيدور على التقدير، هو دايما يعني أكتر حاجة تهمه في الدنيا إنه يتقدر، فهيعمل أي حاجة في سبيل إنه يحصل على التقدير. أوكي. حلو قوي ده. أوكي. العذراء. الشغل، انا بقول العذراء اتخلق عشان يشتغل، يعني مفتاحه كده، مفتاح شخصيته او كل اكتر حاجه هيديها وقت في حياته هي الشغل، وهي الشغل اللي ممكن يسيب عشانه اي حاجه. اوكي. ده العذراء. الميزان. الميزان انا بشوف انه اكتر حاجه بتهمهم الجمال والتناسق، صح، والتوافق، يعني ان احنا يبقى كل حاجه جميله، الكلمه جميله، الشكل جميل، العلاقات جميله، فهو الجمال والتوافق والتناسق هو او الانسجام يعني. الالوان تكون منسجمه، نسجم مع بعض كده ونبقى عاملين كده ايه، ملوخيه ورز كده. حروب لا، كل حاجه تبقى هاديه وجميله والالوان لايقه على بعضها كده يعني. طيب العقرب. يا مامي. العقرب اكتر حاجه بيستمتع بيها هي اكتشاف المجهول، هو دايما بيدور على الحاجه الغامضه اللي مستخبيه وعايز يكتشفها، هو يحفر تحت الارض عشان يطلع المستخبي. اوكي. اوكي ماشي. القوس بيحب المغامره،
يعني اكتر حاجه يستمتع بيها المغامره، وتبقي بتعذبيه لو قلتي له ما تغامرش او وقفتي في طريق مغامرته. ودايما اشوف رجاله من برج القوس بيزعلوا قوي من مراتاتهم اللي بيحاولوا يقولوا لهم لا ده كده انت هتخسر فلوسك ما تغامرش، مش يعني هم بيبقوا خايفين عليهم يعني، فهو بيبقى زعلان قوي ان اي حد بيمنعه من المغامره. اوكي. الجدي محب للسيطره طبعا، يعني اكتر حاجه همه في الدنيا انه يسيطر على الطرف الاخر، يسيطر على كله. يعني يسيطر على اولاده، على دماغهم، على الناس اللي بيشتغل معاهم. لازم يسيطر. ده زي الحمل. الحمل لا، بيحب نفسه، يعني الاولويه لنفسه. لكن الجدي هو مشغول بانه هو يسيطر على دماغ الناس عشان يعملوا اللي هو عاوزه. ده شرير. يعني بيبرمج، اقول بيبرمج الناس. بيعرف يبرمجهم. الحمل بريء، مش بيعرف يخطط او يبرمج حد. اوكي. لكن الجدي بيعرف يبرمج الناس. يا سيدي. طيب. الدلو حريته، هو جاي الدنيا يدافع عن حريته، فأهم حاجة بالنسبة له محدش يجي يتعدى على حريته. عشان كده ممكن يكون عنيد جدا قدام أي أوامر. أوكي. الأخير بقى الحوت، الحب. يعني أنا بقول إن الحوت هو يعني إيمانه في الحياة هو الحب، فهو لو عايش من غير حب بيبقى عايش تعيس. برافو. احنا متشكرين جدا على المعلومات الوافيه دي. ندخل الاول قبل ما ناخد بقى التليفونات، نحط يلا بقى التليفونات، ندخل على الشهر ده. الشهر ده فيه اي ابراج مميزه بيحصل يعني في فبراير؟ في الحب، في مثلا عاطفيا، او مش شرط الحب على فكره، يعني عاطفيا بقصد انه ممكن يكون النفسيه حلوه، يعني عارفين يتعاملوا حلو مع اللي حواليهم. فبشوف انه من دلوقتي لغايه يوم 3 فبراير مواليد القوس والميزان والاسد والقوس والحمل، كل دول فينوس حاليا في القوس، ففينوس ده بتاع الحب، فهيدي للابراج الناريه حب، وكمان معاهم يدي للميزان والدلو كمان فرص حلوه للحب. بعد بقى 3 فبراير مفيش حب. بعد 3 فبراير الحمد لله الفلوس بقى. الابراج دي هيبطلوا حب شويه، والحظ في العاطفه هيروح للجدي والابراج الترابيه، يعني الجدي والتور والعذراء وكمان العقرب والحوت، دول اللي عندهم عاطفيا بعد 3 فبراير او من اول 4 فبراير. حلو. اوكي. في الشغل بقى، الشغل انا بشوف انه حاليا لغايه 10 فبراير الدلو والميزان دول من اكثر الابراج اللي عندهم حظ. انا وسلمى سلمى بروديوسر ورقه اهو، انا وسلمى يا رب والنبي. اتفضلي. حلو قوي. الدلو والميزان والجوزاء كمان والقوس والحمل، دول اللي عندهم حظ في الشغل حلو قوي لغايه 10 فبراير. اوكي. بس بعد 10 فبراير هيتنقل الحظ اكتر للحوت والعقرب. هنفرقع بعد كده ولا هيحصل ايه؟ لا مش هنفرقع بعد الشر. بس يعني هيكون الناس اللي اكثر حظا بعد كده. هو دايما الابراج بنقول، انا بقول ان هي فلسفه. يوم لك ويوم عليك، فهي الحظ لازم يلف على كل الناس. أوكي. فمن اول 10 فبراير الحكايه انه العطارد اللي هو بتاع اليقظه والفلوس، ازاي تعرفي تتفاوضي، هيتنقل لبرج مائي، فهيتنقل لبرج الحوت، فهيدي الابراج المائيه حظ افضل. فاشوف انه من اول 10 فبراير الحوت والعقرب والسرطان والجدي دول الابراج اللي هيكون عندهم حظ كويس بعد 10 فبراير. يا رب كلنا يا رب. في الشغل. طب بصي بقى، طب انا صفيت الموبايل يا استاذ حلويني. ازيك يا منونه؟ الو. عامله ايه يا منونه؟ الحمد لله. ازيك يا روحي، كويسه؟ الحمد لله. طيب عايزين، انا بحب حضرتك قوي ومتابعاكي على طول. روح قلبي انت. انا هعمل الريجيم على فكره. هتعملي ريجيم؟ اه. انت وزنك قد ايه؟ انا 75. 75 وعايزه تبقي كام؟ انا عايزه ابقى مثلا 60 عشان ابقى جميله زيك. ان شاء ده انت قمر، ان شاء الله شهر واسبوع وهتبقي بصي مزه المزز. عايزه بقى تسالي ايه بقى على الامير؟ انا بس مش سامعه. هقول لك. انا عن برجي 16 10. 16 10. اه. مع مخطوبه او حاجه يا منونه؟
لا طيب خلاص حاضر. 16/10. أيوة. يعني برج الميزان. ايوه هي عايزه تعرف يعني انا هقول لها طب التوقعات ان هي تميل للعصبيه شويه، فبقول لها حاولي طول السنه دي يعني لو تعرضتي لاي استفزازات حاولي ان انت ما تسيبيش نفسك للعصبيه، العصبيه ممكن تضيع منها الحظ. بالنسبه للناحيه العاطفيه عندها حظ كويس قوي في الارتباط لو هي مش مرتبطه، فممكن تكون سنه مناسبه جدا للارتباط. وحاليا لغاية 3 فبراير ده وقت برضو حلو ممكن يتحول عندها مثلا علاقة صداقة لعلاقة حب. اوكي اتكلموا عن التور شوية، انا بحس ان احنا مهمشين. لا ازاي بقى. 26/4/99. 26/4/99. طيب هي عندها حيرة وتردد. هو برج التور السنة دي عندهم الحظ أفضل كتير من السنة اللي فاتت. المشتري خلاص ما بقاش في مواجهتها، بس هي عندها السنة دي حيرة وتردد رقمها بقى اللي هم مولودين يوم 26. فبقول لها حاولي ان انت تحددي اولوياتك عشان ما تحتاريش كتير. أوكي. كمان رقم 26 في ميلادها بيخليها ما عندهاش حظ في الشراكة قوي، ده طول حياتها، فتحاول انها ما تدخلش في شراكة مع اي شريكة مع حد. اوكي الحب وكده ايه النظام؟ التور عندهم الحظ كويس قوي في الحب من اول 4 فبراير. يلا ربنا كريم يا رب ان شاء الله. 4 فبراير معايا نرمين. يا نونو. الو يا رضوى. ازيك يا نونو؟ الحمد لله. كيف انت عامله ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي. عايزه نسال ايه يا نونو؟ بصي انا مواليد برج السرطان وكنت مخطوبه لابن عمي وهو بيحبني وانا بحبه، بس حاسه شويه توترات كده. طب قولي بقى رقمك ورقمه. بتاعتي مضايقني. انا ها كملي انا معاكي. انا مواليد 21/7. 21/7 هي؟ وهو 17/7. وهو 17/7 ماشي. طيب هما الاثنين برج السرطان. انا بشوف انه السرطان مع السرطان هي في انجذاب وفي حاجات كتير تجمعهم، بس انا بشوف انه علاقه الراجل بالمراه هنا مش موجوده قوي. هما علاقه بينهم شبه هي تلعب شويه دور الام، هو دايما بيدور على حنان الام، فممكن هي عندها الحته دي فده بيجذبه ليها جدا. هو كمان ممكن يبقى يلعب شويه دور الاب، فتلاقي هي في حته الحمايه، فبيتبادلوا الادوار، ساعات تلعب دور الام وساعات تبقى الطفله اللي محتاجه حنان الاب، هو نفس الحكايه. فبشوف انه في النهايه بعد فتره بيكتشفوا انه العلاقه بقت اب وام. ويعني يحاولوا ينتبهوا بقى لحته الحب. اوكي معايا شهد. يا شهد مساء الخير. مساء الفل يا حبيبي. عايز اعرف جنس التوافق. اتفضلي روح معاكي. عايزه التوافق بس بيني وبين خطيبي. قولي لنا تواريخ الميلاد. 10/4. 10/4 ده انت؟ 3/3. انت 10/4 وهو 3/3. 3/3 واختي 2/7. وي؟ واختي 2/7. اختها 2/7. حاضر يا حبيبي. حاضر يا شهد. طيب 10/4 انا مش سامعه قوي. هي 10/4 وهو 3/3. و3/3 هو برج الحوت وهي برج الحمل. انا بشوف العلاقه دي يعني ممكن يجي منها، رغم ان هي يعني في نقطه التقاء بينهم، هي الحب، ان الاثنين عاطفيين جدا. لسه كنا بنقول ان الحوت اهم حاجه بالنسبه له الحب، ما يعرفش يعيش من غير حب. أوكي. كمان الحمل عاطفي جدا. فبشوف انه ممكن يبقى في توافق بينهم. المشكله بس الوحيده انه الحمل ساعات بيبقى عايز يجبر الحوت على اي حاجه، هو بيحب يفرض ارادته. والحوت مزوغاتي كبير. الحوت مزوغاتي كبير. اوكي حلوه الجمله. فهو كلهم مزوغاتي كبير يعني. فهنا الحوت هيعرف يزوغ، يعني هقول لها حاولي ما تخنقيهوش عشان ما يزوغش. اوكي. طب اقول جمله طب. يا سالي. الو ازيك يا سالي؟ ازيك يا رضوى عامله ايه؟ ازيك يا روح قلبي؟ قولي لي بسرعه يلا. كنت عايزه اسال عن اختي 2/2 وخطيبها 1/3.
اختك 2/2 وخطيبها 1/30/5 صح كده؟ حاضر يا رب. حاضر. طيب اختها 2/2 دي برج الدلو و 31/5 هو اخ جوزاء طبعا. بس انا بشوف انه الدلو والجوزاء فيه بينهم طبعا الابراج هوائيه والاثنين مفكرين ودايما في تبادل فكري، يعني ايقاعهم في الحياه الى حد كبير زي بعض، فشايفه انه في يعني علاقه مش ممله، علاقه دايما فيها تجديد. طيب هي برج الاسد 17/8 وجوزها برج الميزان 15. 15 طيب. طيب الميزان ما بيحبش حد يسيطر عليه. مظبوط كلام سيادتك. رجل الميزان، هو هنا الراجل هو ميزان. وهي عندها رقم 17 في ميلادها، ده بيخليها عندها قوانين صارمه حطاها، عايزه الناس تمشي على قوانينها. كمان اسد يعني، فالاسد مع الرقم ده يعني الى حد كبير هي مسيطره. تاكل دراعه ممكن في البيت. فبقول لها لا، هو ما مش يعني ما ينفعش تسيطري عليه خالص، خصوصا كمان رقم 5 في ميلاده، ده يخليه ده زيبق يعني رقم ميركوري 5، فده يخليه ما حدش يعرف يمسكه، هي يعني تحاول تديله مساحه من الحريه. اهدي اهدي اهدي. معايا مريم. يا مريم الو، ازيك يا ميمي؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك انت يا روحي؟ الحمد لله. قولي لي عايزين نسال على ايه؟ ممكن اسال مدام عبير عن برج؟ اتفضلي. انا 29/11 29/11 وخطيبي 2/6 وخطيبها 2/6. حاضر. طيب خطيبها 2/6 طبعا الجوزاء، وهي 29/11 القوس. لا 29/11 مش القوس، القوس اخر ال القوس، ما هو القوس بيبقى شهر 12 وباخر 11. اوكي اوكي ماشي. طيب فانا بشوف لا، دي علاقه حلوه جدا، والاثنين عندهم رقم القمر، فالاثنين حساسين قوي، يعني هيتعاملوا المفروض ان هم هيتعاملوا مع بعض بحساسيه شديده. دي حاجه كويسه. هتبقى في مشكله لو الاثنين بيتقمصوا، لان الحساسيه دي ممكن تخليهم قمصين شويه. بس لو اتحكموا في حتة انهم ما يبالغوش في حساسيتهم الدنيا هتكون معاهم احسن. طيب الاثنين 12/5 عايزة اقول، طيب عايزة اقول برضو ارجع للقوس والجوزاء، ان هم بينجذبوا لبعض جدا جدا، وعندهم حاجات كتير تجمعهم، الاثنين يحبوا السفر، الاثنين يحبوا الخروج والانطلاق، ففي حاجات كتير ممكن تجمعهم. very good very good very good. الاثنين 12/5 دي حلوة قوي، دام الاتنين زي بعض. انا بشوف انه في الغالب بيكون دايما عندهم كل يعني تشابه هيقوي العلاقة، وممكن يبقى فيه كمان حياة على طول بتجمعهم مع بعض. برافو. احنا معانا مين؟ والاتنين طموحين، والاتنين بيساعدوا بعض على الطموح. نافعين دول، شغالين يعني تمام. يا سارة. الو، ازيك يا سارة؟ الحمد لله. قولي لي يا روحي، انا عايزه اعرف يوم 17/9 لاخويا. اخوكي هو اللي 17/9 مولود؟ 17/9. اوكي حاضر. اخوها 17/9. طيب هي بتسال عن اخوها. بس هو برج العذراء، واشوف ان هو يعني هو يميل للعصبيه جدا الفتره دي والسنه كلها، يعني انا اشوف ان العذراء وخصوصا كمان هيبقى اكتر من بعد 10 فبراير، هيكون بيميل للعصبية أكتر. فبقول يعني لسارة تقول له إنه هو بلاش إنه هو يسيب نفسه للعصبية، كمان مهم جدا من أول 10 فبراير إنه هو ياخد باله في توقيع أي أوراق أو عقود، وده لغاية آخر الشهر، من 10 فبراير لآخر الشهر. أوكي. هي برج الأسد 24/7 وجوزها برج العقرب 13/11 13/11 العقرب. هي عايزه التوافق ما بينهم. طيب علاقه الاسد والعقرب علاقه شويه غريبه. اولا هما الاثنين من الابراج الثابته، فكل واحد فيهم ثابت على رايه وثابت على مبدأه، فمتعصبين جدا لنفسهم، كل واحد شايف ان هو اللي رايه صح. والاسد عايزه تفرض سيطرتها، ومع العقرب ما فيش حد بيعرف يسيطر. ليه بقى ما فيش
هو كده العقرب يعني بقى ان شاء الله العقرب يعني. انا بشوف ان هو سيطره من الاخر يعني. طب ماشي. يعني هنعمل ايه طيب؟ ماشي. فانا لازم انا هبقول لها ازاي تسيطر على العقرب وانا هقول لها بعد كده. اتفضلي يعني صعب بصراحه. طيب الاسد في مشكله في مشكله هنا في العلاقه، انه الاسد كوكبه الشمس، الشمس عايزه الوضوح، عايزه كل حاجه في النور. العقرب غامض ما بيقولش، مش هيريحها يعني. فبقول لها يعني حاولي ان انت تتقبليه زي ما هو، لان هو مش سهل يتغير، او هو بقى يحاول عشان خاطرك. هو هيحاول ان شاء الله ان هو يكون اوضح شويه، يحاول يقول. ما احنا لازم نعترف انه كل واحد ربنا خلقه. طيب اهي 15 11 وجوزها خطيبها عفوا 1-1 طيب هو برج الجدي وهي 15 11 برج العقرب. طيب هنا بقى انا بقول ليها انه هي كده جالها الايه الاستاذ. ما تهزريش. الجدي يعني نقول ايه، ان هو استاذ في السيطره، هما الاثنين مسيطرين، فهو بس يعرف بقى يسيطر بذكاء، يعرف يسيطر بنعومه، فهيعرف يسيطر عليها بس من غير ما هي، وهي راضيه وهي مبسوطه وهي مرتاحه جدا يعني. دي انا شايفه انها علاقه هايله يعني. طيب هي برج الحوت 5-3 وخطيبها قوس 12-1 ايه. طيب هي دي علاقه ممكن تكون فيها مشاكل شويه، لان الحوت ناعم مسالم حساس، و12 السرطان 12-1 ده الجدي. هو 12-1 ولا 1-12؟ هي قالت 12-1. لا 12-1 يبقى الجدي. اوكي. طيب الحوت والجدي، لا دي علاقه حلوه عشان انا معلش تخيلتها العكس. لا حوت وجدي يعني دي علاقه الاحلام يا سيدي. لا دي كده العلاقه رائعه. الله 12-1. الله. هقول لك ليه. احنا لو ركزنا في الرمز بتاع الجدي هتلاقي ان هو الصوره بتاعته كائن كده خرافي، صوره جدي وله ديل سمكه. يعني هي الحوت ده جزء لا يتجزا من شخصيه الجدي. طب واحنا متلجين كده، تعالي ناخد هدى كوت الجو يا جماعه فوق ما انتم كنت تتخيلوا. يا دودو. الو. ازيك يا هدى؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. قولي عايزه تسالي عن ايه؟ عايزه اسال. انا 24/2 24/2 هي ها؟ وجوزي 10/8 وجوزها 10/8. حاضر يا دودو. طيب 10/8 هو الاسد وهي 24/2 ده الحوت. شوفي في العلاقه دي هو واضح ان كل العلاقات الرجاله هما اللي بيقودوا، مش حظي كده الوحيده اللي طلعت حلوه الجدي والحوت. بس هو اللي هنا الحقيقه هو قائد جامد قوي الاسد. قائد جامد. قائد جامد. اصله اسد وكمان رقم 10. اتفضلي اتفضلي. فيعني هنعمل ايه، هو شكله هو اللي قائد. وهي بس هي بتعرف تسيطر بنعومه. الحوت ست ذكيه جدا يعني، انا بقول الحوت انثى زي ما قال الكتاب يا سيدي. طب وهل التوافق ما بينهم تمام؟ يعني هتعرف تسيطر بس بنعومه الانثى. يعني تهت كده هي عارفه ازاي تسيطر. حبيبتي انت نورتينا النهارده. خدنا منها كم معلومات في الحلقه دي مش طبيعيه. كل برج بيحب ايه، ايه اللي هيحصل من دلوقتي لحد فبراير، كواكب وتليفونات كتير ورسائل كتير. اعتذر جدا ان احنا ما قدرناش نرد على كل التليفونات وما قدرتش ارد على كل الرسائل. ضيق الوقت خلاص، للاسف الوقت خلص. نورتينا يا فندم. ميرسي. شكرا جزيلا. انا نورتي عارفه انا بحبك وبموت فيكي والله. وانا كمان وسعدت كتير قوي على بشكل شخصي ابعت اقول لها بقول لك يعني عندنا حد كذا وعن كذا وهي يعني برافو بيك. مشاهداتي العزيزات وبناتي الحبيبات واخواتي التعمات، خلي بالك على نفسك يا حلوه يا قمر، حبيها كده ودلعيها والدنيا ان شاء الله هتبقى زي الفل.
اللي قاعده بقت الساعه 1. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده الساعه 6 من هنا وبس.